تتقلص الأماكن التي لا تزال فيها الأحياء البحرية في العالم غير معرضة للتهديد. أحد تلك الملاذات الآمنة حيث لا يزال تنوع الأحياء البحرية يتجلى بكامل عظمته هو بحر باتانغاس. هنا تعج المنحدرات المرجانية بالحياة. تخفي هذه المناطق في عمق المياه تضاريس مائية متنوعة لتضفي ثراء فريدا على عمق البحر. يأتي علماء الأحياء والغواصون إلى هذا الجزء من جنوب شرق آسيا ليستمتعوا بالعجائب المتوفرة في هذا البحر. تبدو الكائنات الغريبة التي وجدت هناك المخلوقات الفضائية، فتجعل من هذه المنطقة عالما بعيدا يكتنفه الغموض. تلمع عاريات الخيشوم في قاع البحر، وتفتح أسماك الضفدع أفواهها في تثاؤب طويل، ويحظى الحبار الصغير والأخاطب السامة بجاذبية ساحرة ومهيبة. يبدو أن هذه الكائنات التي يظهر بعضها وكأنه مشوه والبعض الآخر ذو جمال آخاذ، تشكل السكان الوحيد لعالم مدهش وأشبه بالحلم. دعونا نحفر في الرمال ونشق طريقنا بين الطحالب البحرية ونعبر الحدائق المرجانية لنقابل هذه الكائنات الغريبة في بحر باتانغاس. في الفلبين يخفي قاع البحر في أنيلاو كنوزاً طبيعية لا تقدر بثمن. إنها تشع بشكل رائع على كل من يغوص في مياهها الحية. على الشعاب المرجانية النشاط مستمر. مختبئة في التضاريس التي تحتوي على شقائق النعمان والصخور والمرجان، تصنع أسماك البلني المدانة مساكنها الخاصة. بعمل طبيعته جماعية دوماً وبمواظبتها على تشكيل وحدة، تصنع هذه الأسماك الصغيرة دهليزاً معقداً من الأنفاق، تقضي وقتها بشكل رئيسي في إزالة الرمل الزائد لتبقي مسكنها في حالة جيدة. في خضم جلبة الحركات المستمرة، تتعثر أسماك القبيون ببعضها البعض، ومع ذلك تستطيع أن تعمل كمجموعة متناغمة حيث تعمل بانسجام مثالي. يبلغ طولها عادة 10 سنتيمترات تقريبا، وتعيش في مياه الشعاب المرجانية الشاطئية الضحلة. بسبب أعداد الأسماك الكبيرة التي تعيش في المنطقة نفسها، فهي ليست دائماً في أمان كما تتمنى أن تكون. كثيراً ما تنسجم أسماك البلني المدانة في عملها الجاد، لدرجة تجعلها لا تدرك أن الأسماك المفترسة الماكرة وغير المترددة على وشك مهاجمتها. إنها ليست مشغولة فقط بالحفر وحمل الرمال، بل عليها أيضاً أن تطعم الأسماك الأكبر سناً في المجموعة. تتولى الأسماك العجوزة حماية المجموعة، بالإضافة إلى المشاركة في مهمة هندسة حفر الأنفاق الكبيرة. مع مرور الزمن، يتحول لونها الكحلي والأسود إلى الأصفر، ويمكن أن يصل طول القبيون إلى 60 سنتيمتراً،
ليصير تشابه شكلها مع ثعابين البحر كبيراً جداً. بناءً على حجمها، فمن الواضح أنها هي التي تحفر غالبية الأنفاق في الدهليز لتضم الأسماك الأصغر سناً. في مكان اختباء آخر على الشاطئ، تشكل الآلاف من سمك القريدس غمامة غطت قمة هذه المسام. هناك تجري إحدى أجمل أنواع القبيونات وأكثرها مروغة في الشعاب المرجانية، وهي سمكة المندرين، دون أن تتم ملاحظتها. يتكيف جسمها الممدود وزعانفها لتسهيل حركتها بين الشعاب المرجانية. تسهل العيون الجاحظة التقاط الضوء الضعيف، متباهية بجلدها الزاهي بألوان البرتقالي والأزرق والأخضر. يحميها الشحم من الأمراض الطفيلية، وكذلك تصدر عنه رائحة كريهة تحذر الأسماك المفترسة من ذوقها السيء. أسماك المندرين خجولة، فهي تظهر لوقت قصير فقط عند الغسق، لكن طوال العام للتكاثر. يرقص الزوجان بحركات دائرية ويرتفعان للسطح، حيث تضع الأنثى بيوضها ويودع الذكر حيواناته المنوية. يطفوان على الشعاب، حيث تترك 200 بيضة تحت رحمة التيار. في غضون بضع ساعات تتحول الأجنة إلى دود صغير. غير بعيد من هناك، يؤسس نوع آخر من القبيون علاقة تكافلية متبادلة مع أحد القشريات. يعيش القبيون القريدس لوثر وصديقه القريدس الأعمى معاً بتبادل مستمر. يدافع القبيون على القريدس الأعمى، وبالمقابل يزود القريدس القبيون بالغذاء والمأوى. يبدو أن كل شيء يجري بشكل جيد في هذا التعايش المفيد للطرفين. على الرغم من افتقار القبيون لآلية مفيدة لحفر مسكنه الخاص في الرمال، فهو يتمتع برؤية ممتازة ويكتشف الخطر بسرعة. ولهذا فإن القريدس الأعمى بكماشتيه القويتين مسؤول عن بناء مسكن لكليهما. يبقى القريدس على تواصل مع جسد شريكه من خلال قرون استشعاره. إذا اكتشفت السمكة أي خطر، تحذر القريدس بلمسة خفيفة جداً لا يمكن للعين البشرية ملاحظتها. على الرغم من قدرة هذا الثعبان البحري أسود الرأس على تحمل وجوده تحت الماء لمدة تصل إلى 5 ساعات، عليه أن يخرج إلى السطح بشكل دوري ليتنفس. يرجع هذا إلى أن أقرب أسلافه كان من الأنواع البرية. ومع ذلك تكيفت هذه الثعابين مع البيئات المائية، ويتضح هذا بشكل ممتاز من خلال ذيلها زعنفي الشكل الذي يمكنها من السباحة بسرعة. تبحر عبر الشعاب في بحث عن الغذاء. هذه الفصيلة هي إحدى أكثر الحيوانات سمية وفتكاً في العالم.
بهذه اللحظة يبدو الثعبان غير مهتم بهذه القريدسات ذات الجسم الشفاف والتي تعرف بقريدس شقائق النعمان الزجاجي. وسط هذه الصحارى الرملية تعتبر شقائق النعمان واحة مثالية لهذه الحيوانات لتجد الأمن الذي تحتاجه. بفضل المخاط الذي يغطي جلده، القريدس محصن ضد سم شقائق النعمان، وبالتالي فهو قادر على الحفاظ على علاقة تكافلية معه. عندما يتغير جلده، عليه أن يبتعد حتى يتشكل المخاط مرة أخرى. إنها المرة الوحيدة التي يغادر فيها شقائق النعمان التي تؤويه، فضلاً عن الوقت الذي يبحث فيه عن الطعام. عندما يحدث ذلك، عليه أن يتوجه تدريجياً لشقائق النعمان مرة أخرى ليعطي طبقة المخاط الوقت الكافي لتتشكل تماماً. مع ذيله المجزأ إلى 5 أجزاء، يعوم لمسكنه كدمية متحركة تقودها يد محرك دمًا ماهر. هناك فصائل أخرى تعرف كيف تحمي نفسها دون الحاجة إلى حلفاء. هذا هو حال قريدس فرس النبي، فصيلة أرضية وعنيفة بشكل خاص. يستخدم طرفين أماميين، أحدهما يعمل كعتلة والآخر يضغط، مما يمكنه من التأثير بقوة هائلة. بهذه القوة يمكن للقريدس أن يضرب قشريات أخرى وفرائس أكبر بسرعة رهيبة ويقتلهم بضربة واحدة أو بصعقة حتى الموت. مختبئاً بين تجويف المرجان، يبدو هذا القريدس الملون مضحكاً بشكل لطيف بفضل حركاته السريعة والحمقاء. أحد أبرز العناصر في هذا الكائن الذي يبلغ طوله 12 سنتيمتراً دون شك هو عيناه. يمكن أن يحرك كل واحدة منهما لوحدها. يمكن لعينيه أن تريا الأطوال الموجية على نطاق واسع جداً، من الأشعة تحت الحمراء إلى الأشعة فوق البنفسجية. يمكنهما أيضاً أن تكشفا أنواعاً مختلفة من الاستقطابات ليتمكن القريدس من تحديد موقع الحيوانات الصغيرة غير المرئية بالعين البشرية. مع كونه مراوغاً أكثر من غيره، حصل قريدس المرجان المربوط على اسمه من كماشتيه البارزتين. تؤدي هاتان الكماشتان أي غرض عملياً، سواء لالتقاط الطعام أم لحماية نفسه أم للمغازلة، لكنهما تظهران أكثر في معاركه مع خصومه. القريدس عدائي جداً، يحدد منطقته من خلال التكشير الدائم عن أنيابه. هذا القشري الفضولي الذي يقتات على النباتات أو الحيوانات يملك شريكاً واحداً دائماً ما يعيش معه. الذكر مسؤول عن توفير الغذاء بينما تنتظر الأنثى بصبر. يعيشان في كهف أو إسفنجة كبيرة أو في شقائق النعمان، ويلوحان بقرون الاستشعار الطويلة ليجذبا انتباه السمك الذي يحتاج إلى التنظيف، وبهذا يتغذيان وينظفان الأسماك بالطفيليات والبكتيريا والبقايا العضوية. باسم مشابه للسلطعون الملاكم علاقة مقربة من المرجان الفطر. كما يوحي اسمه، فقوة قبضته مهمة أيضاً.
بمخالبه الرفيعة والطويلة دائما ما يحمل شقائق النعمان للمساعدة في الصيد ليبدو كالملاكم. هذا القشري وطوله سنتيمتران ونصف مغطى بهيكل خارجي متكلس يحميه من هذا النوع اللاسع من شقائق النعمان. للدفاع عن نفسه من المعتدين عليه يحركهما ككرتي صوف من جانب لآخر برقصة أكسبته اسمه الشائع، وهو سلطعون الكرات الصوفية أو السلطعون المشجع. على جزيرة أخرى يحاول سلطعون الغاب الاندماج. بشكله الأقرب للعنكبوت منه للسلطعون، ترجع حركات هذا الكائن البطيئة والغريبة إلى قوائمه الطويلة جدا والمتباعدة. إنه مخلوق يحب الوحدة، لا يجتمع بأنثى إلا في موسم التزاوج. يتغذى على العوالق وجسيمات أخرى عالقة. مدهش كيف يعوم هذا السلطعون بشكله الغريب دون أن يلاحظ، كما لو كان جذوعا من هذا النبات. ومدهش أكثر كيف يندمج سلطعون العنكبوت المزخرف. وسط الرمال أربكت سمكة السلطعون بأن بدت كمأوى ليلي محتمل، حتى أنها لا تثير أي شكوك عندما تتحرك، فهي تبدو ببساطة كنبات تحركه تيارات المياه. فقط عندما يبحث السلطعون عن تركيب مرجاني قريب للتمويه نستطيع أن نقدر شكلها تمام التقدير، برأسها المغطى بتركيب حيواني نباتي جميل، فضلا عن لونها الطيني المائل للإحمرار، تبدو وكأنها أصيص زهور هارب من الصحراء. عندما تبدأ بتسلق الصخر يكشف عن تجاعيد صغيرة في جسمها، حيث يمكن لجزيئات من المرجان أن تعلق. بعض القطع تنتشر وتنمو لتمنح السلطعون مظهرا أكثر تخفيا. هنالك أمثلة قليلة عن حيوانات بقدرة مدهشة على إخفاء نفسها بهذا الجمال والحسن. بدلا من التمويه يلجأ سلطعون كلابا إلى طريقة مختلفة، دفن نفسه بالكامل تقريبا ليبقى غير مرئي. قد يكون اختيار المكان المناسب للحفر أمرا معقدا، خاصة إذا كان جارك الثعبان التمساحي البحري هذا بمظهره الأقرب للشبح. يستحق هروب سريع العناء. في النهاية بكمشاته الواسعة الأشبه بالمجارف في غضون ثوان يحفر ويختبئ في الرمال. تظهر فقط عيونه المتيقظة، ربما هذا فقط السبب وراء تسميته شعبيا أيضا بالسلطعون الخجول.
ربما تكون ملاحظة وجوده من قبل فرس البحر الأبيض هذا ضربا من المستحيل. على الرغم من أن طوله بالكاد يبلغ 5 سنتيمترات، هناك الكثير من الكائنات الحية الأصغر في هذه المياه التي يمكنه شفطها بفمه الأنبوبي الرقيق. إنه أحد أكفأ صائدي الأحياء الدقيقة ليلاً. يسيطر هذا الحبار تماما على تغيير لونه بفضل خلاياه الصبغية التي تدعى حاملة الصباغ والتي تتسع وتتقلص حسب رغبته. بمجرد أن يموه نفسه حسب بيئته ما عليه إلا الانتظار بصبر حتى يأكل. على الرغم من عدم وجود نقص في الطعام، فهو يميل إلى الانتقال الدائم. نظام حركته شبيه بأجداده الرخويات. ومع ذلك، فهو يملك جزءاً معدلاً، يفسح المجال لقوقعة داخلية تمتلئ بالهواء لكي تبقى عائمة. مع لمسة لقاع البحر بمجساته، يتحرك من خلال الموج بثنياته الجانبية. عيناه من أكثر العيون المتطورة في المملكة الحيوانية. على الرغم من أنهما لا تستطيعان تمييز الألوان، فهما تستشعران استقطاب الضوء والذي يحسن التباين. وهما تملكان أيضاً مدى رؤية واسع بفضل الحساسات الموجودة على شبكتيهما. إذا أضفنا إلى ما ذكر السرعة التي يمكنه إطلاق لسانه بها، ندرك السبب وراء اعتباره أحد أكفأ الصائدين ليلاً. بالحديث عن الليل، نتذكر الكائنات التي تستيقظ صباحاً. الكائن الذي يملك أكثر العادات النهارية غرابة هو الحبار المتوهج المذهل. يكافح ضد التيار عابراً الصحارى الرملية للبحث عن منطقة مناسبة أكثر للصيد. إنه الحبار الوحيد الذي يستطيع المشي على قاع البحر. بإصراره الكبير يخيف نجمة بحر هشة يجدها في طريقه. لا
لونه الجذاب لا يبدي جمالاً أخاذاً فحسب، بل ويحذر أيضاً الآخرين من طبيعته السمية. وهو فريد من نوعه ضمن أنواع الحبار، حتى إنه يضاهي الأخطبوط ذا الحلقات الزرقاء. يستخدم الحليمتين على شكل حرف V على جهة الظهر ليموه نفسه، مغيراً شكله وحجمه. تخفي أذرعه الثماني مع أربعة صفوف من أكواب الشفط مجسين ملونين بالأبيض المائل للزرقة، واللذين يستخدمهما للصيد. بسرعة هائلة يشن هجومه على القشريات والأسماك الصغيرة، فلا يترك لها فرصة للنجاة. يؤرق التيار كائناً آخر يتبع فصيلة الرأس قدميات، وهو الأخطبوط المقلد. إنه مرن جداً لأنه لا يملك هيكلاً عظمياً. بهذه الطريقة يستطيع هذا الكائن إيجاد أصغر زاوية في الرمل ليوي إليها. يعتبر الأخطبوط أحد أذكى الكائنات الموجودة في البحر. تصرفاته في العادة متشابهة، لكن هذا النوع ليس كذلك. يمكن لهذه الكائنات تقليد حوالي 15 نوعاً بحرياً مختلفاً بكامل وعيها. لديها القدرة على تمييز الكائن الذي يجب أن تقلده، إما لتخدع مفترساً أو لجذب فريستها. يبدو أن محاراً كبيراً يأكل أحدها. لكن في الحقيقة الأخطبوط هو الذي يستخدم المحار ليخفي نفسه من أعدائه أو يحمي نفسه من التيار. تمكن الأخطبوط عبقريته الاستثنائية من استخدام ما يحيط به كأدوات للبقاء. عادة للأخطبوط ثمانية مجسات، اثنان قصيران في المقدمة، يمكن أن ينمو مرة أخرى إذا أتلفا. الفم مختبئ تحت رأسه البيضوي. ما يثير الدهشة أكثر هو أن لهذه الكائنات ثلاثة قلوب. يمكن أن يبلغ طول الأخطبوط متراً واحداً، مع أن لونه بني بشكل عام، إلا أن أحد صفاته الأساسية قدرته على تغيير لونه وملمسه ليجعل وجوده غير ملحوظ بتاتاً. يندفع شكل غريب من الرمال. يبدو خجولاً بحركاته الرشيقة والمسلية، وحتى يبدو غير مؤذٍ. على الرغم من هشاشته الخداعة، من الأفضل ألا ننخدع بالمظاهر عندما يتعلق الأمر بالأخطبوط ذي الحلقات الزرقاء. على الرغم من حجمه الصغير، فهو أحد أكثر الحيوانات سمية وفتكاً في العالم.
من السهل التعرف عليه في الطين بفضل ألوانه الصارخة وحلقاته الزرقاء الكهربائية الفريدة التي سمي نسبة إليها. إنها كائنات تحب الوحدة لدرجة أنها تتمركز في منطقتها الخاصة، وهذا يجعله يشرع في الاستكشاف الميداني للبحث عن طعامه المفضل القشريات، والتي يقوم أولاً بشلها بالسم ثم يكسر أصدافها بطرفه المستدق القوي. يبدو أن الوقت حان لنمضي قدماً. لا يبدو أن الرمل والبحر العنيف هما البيئات الأفضل للدفاع عن النفس. ربما لهذا السبب تجتمع قنافذ البحر النارية هذه في حشود تتقدم على شكل مجموعات عابرة الصحارى تحت البحرية. بعماها واسترشادها بالأشواك الكثيرة التي تتحرك كالعصي، تظل تمشي حتى تحدث الاصطدامات اللا إرادية في أماكن صغيرة تجتمع بها الكائنات الصغيرة. في عاصفة المياه القوية، يبدو أن فرس النهر لا تزعجه الأشواك الثانوية للقنفذ البحري المليئة بالسم بشكل كامل. إذا غرزت فلن تتوقف الأشواك عن بث السم حتى تنزع. جسمه المستقيم ورأسه المنتصب يميزانه عن أنواع الأسماك الأخرى. بعينيه اللتين تتحركان بشكل مستقل، يلتقط فرس النهر فريسته بسهولة، وهو دون أدنى شك لا يغفل عن وجود صائدي الأحياء الدقيقة الآخرين. على مسافة ليست ببعيدة، تبدو السمكة الشبح الأنبوبية ذات الذيل الطويل أشبه بورقة يهزها ارتفاع مياه البحر وهبوطه بخفة بسبب أشكال أجسامها والزعانف الخيشومية القريبة من الرأس. هذه السمكة الأنبوبية ليست سباحة ماهرة، فهي تتحرك ببطء. إنها مجبرة على أخذ استراحة بشكل دوري، كما لو أنها تقوم بمغامرة وسط الصحراء. هنا تحاول السمكة الشبح الأنبوبية النشطة ألا تلفت الانتباه من خلال تبني أسلوب العوم بشكل رأسي عندما تتناول طعامها الصغير. بسبب افتقارها لنظام هضمي، تقضي معظم يومها بامتصاص هذه الكائنات المجهرية التي يجب عليها تناولها باستمرار لتجدد طاقتها. إنها تستطيع تغيير لون جسمها النحيف والممدود وشكله لتقلل من وضوح رؤيتها. أحياناً تبدو كفرس البحر بسبب أنفها الأنبوبي الصغير. مساحات صغيرة تحتوي على كميات كبيرة من الكائنات الغريبة. تضم عائلة السمك الأنبوبي 5 أفراد فقط. نوع آخر هو السمكة الشبح الأنبوبية المزخرفة. هذا الحيوان النابض بالحياة يطفو بين هذه الزنبقيات ويموه نفسه بشكل ممتاز.
صمم شكله وأشواكه لهذا الغرض. إنها الطريقة الفضلى لحماية نفسه من الأسماك المفترسة. لكن أفواهها صغيرة جداً، مما يصعب إيجاد طعام كالقشريات الصغيرة أو العوالق أو دود القريدس بين المرجان. تخفي الشعاب المرجانية المفاجآت. يمكن إيجاد أقرباء في الجوار، قرابتهم مدهشة جداً. يغادر زوج السمك الأنبوبي المربوط الأمان في مخبئه ليبحث عن الطعام. إحدى خصائص هذه الأسماك الأنبوبية المميزة هي الزعانف الذيلية الكبيرة والبيضوية والبيضاء بحلقة حمراء في المنتصف. تبدو وكأنها تتبختر وهي تحمل علماً بفخر. عادة ما يمكن رؤيتها وهي تتشارك الكهوف مع المورايا أو القريدس. إنها تنجز مهمة تنظيف الأسماك الكبيرة فتتغذى على طفيلياتها. في هذه الحالة تزور سمكة تنين السمكة الأنبوبية لهذا الغرض بالذات. يفترق الزوجان، يعود أحدهما ليبحث عن الطعام. عندما يرغب بالعودة يجد أن الكهف قد صار مأهولاً. بشكل ممدود ومسطح حرفياً يمتد خط على جسمها من الرأس حتى الذيل. تبحث سمكة القريدس المخططة هذه، وهي من أقرباء السمكة الأنبوبية، في الشعاب المرجانية عن نفس الأنواع من الطعام. بسباحتها الرأسية الدائمة ورأسها للأسفل وبحركات رقيقة تؤلف نوتات موسيقية يعزفها البحر.
سمكة عقرب شريرة، ليست مريحة بتاتا، فهي تعبر قاع البحر زحفا للبحث عن مكان تتموه فيه. تقليدها للبيئة المحيطة بها يجعل منها سمكة مفترسة صامتة وفاعلة وسريعة. على الرغم من عدم كونها فصيلة عدائية، للسمكة العقرب أشواك سامة على رأسها يمكن أن تكون خطيرة للغاية. يمكن لتعايشها مع الكائنات الأخرى أن ينتهي إذا شعرت أنها بموقع دفاع في منطقتها. يمكن أن تتمسك بموقفها لوقت طويل من خلال فتح فمها الكبير حتى يستسلم أحدها. التهديد حقيقي وعلى الخاسر أن يرحل. ثعبان سلور بحري مخطط صغير مجروح ولا يستطيع الانضمام للمجموعات في البحث عن الطعام في الرمال. بتحريكه للمياه بشكل مستمر يتغذى على الطحالب والقشريات والرخويات المتوارية في الداخل. تتقدم هذه الأسماك الصغيرة في تشكيلات منومة مغناطيسيا عبر الرمال، كما لو أن لا شيء يستطيع إيقافها. ولا حتى سمكة الرمال الدسمة هذه تضايقها بما يكفي لتغير مسارها. يبدو أن مكانتها الدوارة لا نهاية لها. على خشبة المسرح الكبرى في بحر أنيلاو، عاريات الخشوم التي تطوف في قاع بحر باتانغاس هي بطلات القصة الحقيقيات. في وقت التزاوج ترقص على شكل أزواج، بحيث تقوم الاثنتان بدور الذكر والأنثى في الوقت نفسه. بما أنها مخنثة تبيض الاثنتان لاحقاً. بلباسها الملون وأقنعتها اليدوية تبدو وكأنها متأنقة لأكثر الاحتفالات حيوية. Thank you.
في مملكة التمويه، الكل مدرك تماماً لما سمكة الضفدع هي ملكة الشعاب المرجانية. مع ثباتها التام في مكانها، تحرك الجزء الممتد من جبهتها كإغراء لتجذب فريستها. وقت الفجر، وبمجرد وصولنا على مقربة منها ورؤيتنا لها وهي تمشي، ندرك أن سمكة ضفدع واحدة وهي بحجم أكبر تبحث عن المكان المناسب لتشن هجومها المفاجئ. إنها سمكة مفترسة، حركتها البطيئة خداعة. إنها صبورة ويمكن أن تبقى متمركزة لوقت طويل، ثم وفي جزء من الثانية تقوم بحركتها الفتاكة. كونها من نفس العائلة التي تنتمي لها سمكة العقرب، تستطيع هذه الأسماك أن تقلد البيئة المحيطة بها بالضبط. تغطي الأشواك والنتوءات وحتى الثآليل جلدها، فتشبه الإسفنجة بصورة مدهشة. هذه العيوب هي ما تمنح سمكة الضفدع جمالها الغريب. لكن سمكة الضفدع لا تبقى دائماً بلا حراك. بزعانف أشبه بأرجل صغيرة تمشي في الرمال. تبتلع المياه وتطردها باستخدام الخياشيم لتتحرك بخفة نحو موضع جديد تسكن فيه مرة أخرى. من أعماق البحر الأزرق تظهر ومضات فضية بسرعة عالية. لن يتعرف سمك الإسقمر الهندي أبداً على الكائنات الغريبة التي تعيش أسفل منه.